عشر سنين ما ماخذ رواتب. منطقي الموضوع استاذ عباس، حزب الدعوه ليش معترض؟ يقول لك 10 سنين اقليم كردستان موظفيهم ما عندهم رواتب، هسه راح يتنفسون شويه بهالموازنه. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللدكتور العزيز والمشاهدين الكرام. هسه نتكلم بصفه سياسيه، مو ناطق باسم حزب الدعوه، يعني نقرا بيان حزب الدعوه. اي خلينا نقرا أو واقع ائتلاف دولة القانون. جيد. أول شيء، إحنا في تشكيل الحكومة، الحكومة هي ائتلافات سياسية، والسيد السوداني جاء نتيجة ائتلاف الإطار وتوافق الإطار، فلذلك الرؤية التي يجب أن تتبنى رؤية الإطار وليس الرؤية الشخصية، يعني هذا العمل الديمقراطي، إنه الأحزاب عندما تأتلف مع شخص، هذا الشخص يتبنى الرؤية. رؤيتنا في ائتلاف دولة القانون هنالك ثوابت للميزانية، أن تكون عدالة في التوزيع، المحرومية. يقول لك أنت ما سويت شيء بالموازنة بذيك السنوات السابقة. لا كلام غير دقيق. أنت أهدرتها. أنا انطيتك موازنة للوسط والجنوب، أهدرتها. خو بيان البصرة، إحنا بس خلي نقطة وننطلق لها. إنه إحنا هاي الحكومة حكومتنا وجزء من عدها، مو الآن الانتقاد أنه انتقاد لإسقاط الحكومة، لا أبداً. إحنا نريد نصوب الأمور قد رؤية رئيس الوزراء تكون بهالجانب، ورؤيتنا كتحالفات بجانب آخر. اللي نقوله كان المفروض هذه الميزانية وهذه الجداول تعرض على الإطار قبل أن تعرض على البرلمان، حتى يحصل السيد السوداني على ضمان بنسبة أكثر من 70-80% بقبول هذه الجداول. يعني مشكلتكم اعترافكم بس لأنه السوداني ما رجع للإطار التنسيقي وشوفكم الجداول، ولهذا اعترفتم. يعني شاوفنا شنو؟ احنا نريد فيلم نشوفه؟ احنا نريد الجداول تعرض وتناقش وتصوب وبعدها تنتقل، لأن البنية البيت الأساسي لحكومة السيد السوداني وين؟ هو الإطار. جيد. والإطار منا انطلق. حكومة وعدها رؤية وعدها مستشارين وعدها اقتصاديين، أكيد هي تشوف الرؤية، ليش ترجع للإطار؟ منى، أكو قضيتين. قضية أنه أنا كحزب سياسي، سيد السوداني عنده حزب سياسي ويملك أغلبية شاسعة، يستطيع أن يأتي لوحدة يطرح الميزانية بالبرلمان ويقبل بها ما يقبل بها. بس أنا من أجي ضمن التحالف انتخابي لازم أقنع التحالف. أنا باكر جمهوري يسألني بالناصرية وبالبصرة وبالعمارة وبهاي المحافظة، تعالوا بابا أنتوا صوتوا للسيد السوداني وهذا خيار صحيح، بس هذا الموضوع إحنا نشعر بمظلومية، إنه ليش الـ الأموال بالسنة الماضية ما صرفت في ميزانية عن المحافظين؟ يشكون في المرحلة الماضية إنه ميزانية 23 متأخرة لم تصل إلى المحافظات. بيان محافظة البصرة كان واضح انه عمي احنا نطلب مليار ما معناه وانتوا اعطيتونا بس 30%. زين، انت المفروض مترهي، انت رئيس اللجنة عندك سيد عطوان العطوان. احنا مو نريد نعطل منى، احنا مو نريد نعطل، مو نريد ندور نسجل هدف هنا ونسجل هدف، احنا نريد نصوب الجداول حتى ننطلق الى نقطة اخرى